الإحاطة سلامة حقيقة إحاطة مخزية. نعم. مش نكون نوصف الأمور وما نعطوش حتى من تحليل. هذا المتآمر حقيقة مش كل ألفاظ واضحة، تآمر علينا تآمر واضح، زور ودلس وخادع وكذب وساوى بين المعتدي والمعتدى عليه. واضح يريد إنقاذ هذا المجدرب من هذه الحرب، وتكلم عن البرلمان الموجود في طرابلس لأول مرة وقال أن جلساتها غير صحيحة، وكان ساكت لمدة 3 أشهر يعني سكوت إقرار، والآن ينقلب ويعتبر نزع الشرعية حتى من حكومة الوفاق عندما ساوى بين جميع هذه الأطراف. يعني قاعد يؤيد في شخص مجرم ويعتبر فيه جيش ليبي، يقول فيه هكذا المشير حفتر قائد الجيش الليبي، اللي المشير انتاع حفتر هذا هجر إلى الآن أكثر من 100,000، اللي دمر أحياء كاملة في عين زارة ووادي الربيع ومناطق أخرى، اللي أهلك الحرث والنسل، واللي نكل بحقوق الإنسان، اللي اختطف نائبة ويمر عليها مرور الكرام، نائبة مرأة، الآن يقول أنا تشاورت معه وسنقول للخاطفين وما إلى ذلك. أين سهام سرقيوة الآن يا غسان سلامة؟ أين هي الآن؟ هذا المتواطي الآن يقول الأمر. فكان ردات الفعل كما قلت أخي الكريم قوية من الداخلية، من الرئاسي، من الأركان. اليوم كان نحن اليوم عندنا في مصراتة من نخب وشخصيات اجتماعية ومجلس الحكماء والأعيان، الكثير من الأشخاص استقبلوا جسم اللي هو الهيئة التأسيسية البرقوية، وسيصدر بيان ربما خرج وعلى وشك الخروج فيه لغة واضحة بمقاطعة هذا الرجل الذي سيخرج اليوم في إحدى القنوات الإعلامية اللي لا ندري ماذا سيقول. هذا الرجل وجبت مقاطعته، هذا شريك في الإجرام. وأنا والله ليس لدي الرغبة في أن أحلل كلامه أو أعول عليه. الآن وضح كل شيء، التواطؤ الواضح لعودة الحكم الشمولي إلى ليبيا وتأييده وانحيازه للمجرم خليفة حفتر.